بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبنائي طلبة الصف العاشر الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في مهارة جديدة من مهارات اللغة العربية. مهارتنا اليوم أبنائي هي مهارة التلخيص. سنتناول بإذن الله مهارة التلخيص، كيف نستطيع أن نلخص نصا مقدما إليه. وكلنا يعلم أن التلخيص سؤال أساسي في الامتحان، يجب ألا نهمله أبنائي. بداية أبنائي، مهارة التلخيص تعني اختصار النص الأصلي بشكل يحافظ على مضمونه الأساسي. إذن التلخيص هو عبارة عن اختصار للنص الأصلي، ولكن في نفس الوقت نحافظ على مضمون هذا النص الأساسي. ولكن أبنائي، هناك بعض الأمور التي يجب أن نراعيها في التلخيص. أول هذه الأمور أن نضع عنواناً مناسباً، يكون هذا العنوان بمنزلة مفتاح للتلخيص. يبقى إذن نضع عنواناً، هذا العنوان يكون بمثابة مفتاح للتلخيص. أيضاً من الأمور المهمة في التلخيص الاهتمام بالفكر الرئيسي. يجب أبنائي أن نهتم بالفكر الرئيسة، ألا نهمل الفكر الرئيسة التي وردت في الفقرة أو الموضوع الذي نريد أن نلخصه. أيضا أبنائي، لابد أن نراعي في التلخيص التسلسل المنطقي في عرض الأفكار. بمعنى أن نبدأ بالفكرة الأولى التي بدأ بها الكاتب، ثم الفكرة الثانية، ثم الفكرة الثالثة والرابعة وهكذا. يعني ألا نخل بالأمور فنأتي بالفكرة الثالثة في أول التلخيص أو الثانية في آخره وهكذا. يبقى لابد أن نراعي التسلسل المنطقي في عرض الفكر في موضوع التلخيص. أيضا أبنائي، لابد أن نراعي استبعاد المعاني الثانوية والمحسنات اللفظية والاستطرادات وغيرها. كل هذه الأمور يجب أن نستبعدها تماما من التلخيص، لأن التلخيص بسهولة يعني ببساطة هو اختصار للنص، فلا يجوز مع الاختصار أن نأتي باستشهادات، سواء كانت هذه الاستشهادات أحاديث نبوية مثلا أو قرآن كريم أو أشعار أو غيرها. أيضا أبنائي، لابد أن نراعي في التلخيص تجنب التكرار. لابد أن نتجنب التكرار في التلخيص، فهو من اسمه تلخيص أي اختصار، فكيف يكون هناك تكرار في التلخيص؟ لابد أن نراعي أبنائي أيضا نراعي التحرر من لغة النص الأصلي. نفهم الفقرة فهما جيدا، ثم نعبر عما فهمنا بأسلوبنا الخاص. لابد أن نتحرر من أسلوب الكاتب. لابد أن ننتبه أبنائي إلى مجموعة من الأمور الهامة التي يجب أن نراعيها في التلخيص. أول هذه الأمور تساهل كثير من طلابنا في نقل الجمل من فقرة التلخيص وأسلوب الكاتب. إحنا ذكرنا أبنائي لابد في التلخيص أن نتحرر من أسلوب الكاتب، تمام؟ وفي النهاية يكتب لك المصحح أن هذا الأمر منقول، أو هذه الفقرة التي لخصتها منقولة بأسلوب الكاتب، ولا تأخذ درجة عليه. ترك علامات الترقيم، هذه معضلة كبيرة ومشكلة يقع فيها كثير من الطلاب. لابد أن نستخدم أبنائي علامات الترقيم استخداما جيدا، فاصلة والنقطة وما إلى آخره وغيرها، نستخدمها في أماكنها المناسبة. أيضا أبنائي، تجاوز المساحة المطلوبة، يعني يطلب منك أن تلخص في حدود الثلث. من زاد على حدود الثلث أخل بشرط أساسي من شروط التلخيص. أيضا الشطب، الكلام الغير مرتب، الكتابة في نظام غير نظام الفقرات، هذه كلها أمور تخل بالتلخيص. تطبيقنا هنا أبنائي، السؤال يقول: لخص الفقرة الثانية من درس لغتنا والتقدم العلمي ما ورد بالنص السابق في حدود الثلث مراعيا أسس التلخيص. إذا طالعنا الفقرة الثانية في الكتاب، تقريبا في صفحة الكتاب 52، نتابع أبنائي هذا التلخيص. لو أردنا أن نلخص نقول: يدعو الإسلام إلى التفكير العلمي والتفكر في الخلق ومظاهر الكون، وما أصاب العالم الإسلامي من غيبيات ناتج عن تأثير بعض الأقوام المجاورة، واللغة العربية لغة حية وباقية وقادرة على استيعاب العلوم الحديثة،
فعلماؤنا السابقون لهم دور لا يمكن لأحد نكرانه في التراث الإنساني، فعلينا الحفاظ على لغتنا القومية فهي سر وجودنا وارتباطنا. إذن هذا يعتبر تلخيص لهذه الفقرة من درس لغتنا والتقدم العلمي. أيضا أبنائي، هذه فقرة مقدمة إلينا نريد أن نلخصها، الفقرة يعني هذا من نفس الدرس، درس لغتنا والتقدم العلمي. ولا شك في أن اللغة الوطنية هي جزء أساسي من كيان المجتمع، يلازمه منذ طفولته ويرافقه في كل طور من أطوار حياته. وتفكير المرء بلغته القومية المعبرة عن محيطه وحياته وخبراته السابقة تكون له ثماره أكثر مما لو هجر هذه اللغة إلى غيرها. ومن هنا تكمن الخطورة في التخلي عن اللغة العربية في تعليم بعض المواد العلمية والاقتصار على اللغة الأجنبية، إذ أن إن في ذلك هدما للروح الوطنية والشخصية القومية المتمثلة في وشائج الفصحى. أما ما يحتج به هؤلاء من قلة المجلات العلمية المتخصصة ومن ندرة المؤتمرات العلمية الجادة والأبحاث المشهورة، فليس مرده إلى اللغة العربية، وإنما مرده إلى المتكلمين باللغة أنفسهم، إذ أن ظروف الحياة التي يعيشها المتخصصون العرب لا توفر لهم المناخات العلمية للإنتاج والإبداع. إذا أردنا أن نلخص هذه الفقرة أبنائي، طبعا الفقرة تتحدث عن الاتهام الموجه للغة العربية وكيف أن اللغة العربية لا ذنب لها في قلة المجلات والمؤتمرات العلمية التي تنشر في الوطن العربي. نقول إن اللغة الوطنية هي جزء لا يتجزأ من كيان الإنسان وشخصيته، لذا لابد أن نعتز بلغتنا وندافع عنها ضد الحملات التي تقصد تشويهها أو النيل منها. وأما حججهم بأن الأبحاث العلمية قليلة فهذا مرده للعربي ولا ذنب للغة فيه، مرده للعربي ولا ذنب للغة فيه. نتابع أبنائي، أيضا نراجع سريعا المهارات التي يجب أن نراعيها في التلخيص. أبنائي ها، نقرأ الفقرة التلخيص جيدا ونحاول أن نضع عنوانا لفقرة التلخيص في ذهنك كي تحدد موضوع التلخيص. أيضا فقرة التلخيص أبنائي عبارة عن 3 فقرات صغيرة، كل فقرة تحمل فكرة معينة، نحاول أن نحدد هذه الفكرة، يعني نحدد فكرة لكل فقرة حتى نستطيع أن نصوغ هذه الأفكار في موضوع، وهو يكون في النهاية نتاج هذا التلخيص. لابد من استيفاء التلخيص للأفكار الواردة. أيضا أبنائي لابد أن نحدد الأفكار 3 بقدر الإمكان، نبتعد تماما عن أسلوب الكاتب، بل نكتب ما فهمناه نحن من الفقرة، وكأنك تقوم مثلا بشرح أبيات شعرية، ولا تنقل مطلقا جملة كاملة موجودة في الفقرة، لأننا قلنا لابد أن نتحرر من أسلوب الكاتب. نبتعد عن التكرار والأفكار الثانوية والتفصيل، نبتعد عن الاستشهادات بالقرآن والحديث وغيره، نهتم بعلامات الترقيم والقواعد الإملائية خاصة نقطتي التاء المربوطة وهمزة القطع، نحرص أشد الحرص على عدم الشطب وأن يكون كلامنا منظما. إلى هنا أبنائي ننتهي من حصة اليوم، نرجو أنكم قد أفدناكم. سلام الله عليكم ورحمته.